محمد سعفان وزير القوى العاملة من مواليد 7 ديسمبر من عام 1958، حاصل على بكالوريوس التجارة، مارس العمل النقابي منذ دورة 1987 إلى 1991، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة، وفي دورة عام 1996 كان رئيسا للجنة النقابة بالشركة وأمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للبترول في 2001، ثم أمين عام النقابة في 2006. ومنذ عام 2012 تولى رئاسة النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما قام بالإشراف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية في عام 2014. يعتبر أول وزير قادم من دولاب العمل النقابي العمالي العام، حيث تولى رئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عقب فوزه في الانتخابات التي أجريت بفرق صوت واحد عن منافسه. تولى رئاسة النقابة العامة للعاملين بقرار إداري عقب تولي المهندس إسماعيل وزارة البترول بعد ثورة 30 يونيو، وظل رئيسا للنقابة إلى أن تم اختياره وزيرا للقوى العاملة في مارس 2016 خلفا للدكتور جمال سرور.